سيلوت في زيتون. اهلا سيلوت، لا باس. اهلا، ما هوش انت كنت تبوس في راس رشد الغنوشي في الصباح وبعد بعد الظهر وبعد 5 مرات بعد الصلوات؟ مش كنت انت تعتبره الزعيمة؟ مش كنت انت ومرتك تكتبوا في الشارع عليا؟ ايه في بالك جماعة المخدرات حتى كي يبداوا متعاركين وتشد واحد منهم في أزمة خاصة به هو يقف معاها؟ في بالك الفساد متاع العالم عندهم أخلاقيات متاع التضامن وقت اللي ما في المحن الشخصية وفي الكوارث الطبيعية وفي الهي هي؟ ها لطفي، لطفي زيتون، في بالك أنت كنت نكرة وبفضل الجلباب متاع سيدك الشيخ وليت وزير مستشار وليت راجل في البلاد؟ ها لطفي، في بالك الأخلاق متاع الحوم وجماعة الملاسين والمشلطين عندهم أخلاق؟ في بالك ولا في بالك؟ في بالك يرون بالجميل وحافظينك ولا تنسوا الفضل بينكم وقولوا للناس حسنى؟ في بالك لطفي؟ لطفي زيتون، ها زيتون يلي كليت الزيتون الكل، يا زيتون ها زيتون تكلم، ها زيتون ها زيتون ها زيتون راك عملت العار، ها زيتون ها زيتون راك عملت العار، ها زيتون راني انا نتكلم خير منك، انا لا شديت لا وزير لا والي لا معتمد، لا خديت شهريه لا عملت كهرباء لا دار لا مترو تراب، لا خدمت واحد من عائلتي، لا خدمت واحد من القصرين، لا من صبيط لا من الرحايات لا من السماء لا من الوطالة حتى شيء، وهاني قاعد ندافع على الحق اللي نؤمن به. ها زيتون خياك الخير اللي عندك هذاك كله منين؟ تخدم انت مع وكالات فضاء وتخدم انت مع مراكز بحوث وعندك انت منين الدنيا ذيك الكل منين اللي عندك؟ زيتون تو نشوفه يا زيتون،